كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة بلح الشام. بلح الشام المقرمش الهش البيتي الجميل اللي ريحته بتملى البيت كله أول ما بيتحمر وبيتقدم، طبعا من الحاجات المهمة جدا جدا بصراحة في رمضان. هقول لكم على المقادير وهتعرفوا قد ايه الوصفة دي سهلة جدا جدا وما بتاخدش وقت. معانا كوباية واحدة من المية 200 ملي، ومعلقة كبيرة من السكر، ربع كوباية زيت يعني 50 ملي، وكوباية دقيق يعني 135 جرام، ومعلقة كبيرة من النشا يعملوا تقريبا 10 جرام، بيضتين وفانيليا ورشة ملح. بنحط المية على النار، بنحط على المية كمان معلقة كبيرة من السكر، وبنحط الزيت وبنسيبهم يغلوا معانا. كوباية الدقيق بنغلط عليها النشا وننزل بيهم أول ما المية تغلي. نبتدي نقلب كويس جدا لغاية ما بلاقي الدقيق اتشرب من المية ويبتدي يعمل معايا كورة. بفضل أقلب برضو شوية كده في الحلة لغاية ما حس كده إن كل المية اتشربت في الدقيق وبقت كورة متماسكة معايا. بشيله من على النار وأحطه في بولة. ببتدي أنزل بعد كده بالفانيليا ورشة الملح وبيضة واحدة في الأول وأقلب. ممكن نستخدم مضرب سلك أو مضرب كهربائي لو تفضلوا علشان يبقى سهل معانا. نضرب أول بيضة لغاية ما نلاقيها اختفت خالص في العجينة. بتبتدي تفرفت في الأول، ده عادي، بس مهم إن احنا نفضل نضرب لغاية ما العجينة تشرب البيضة معانا. بعد كده ننزل بتاني بيضة، نضرب تاني لغاية ما كلها تتشرب معانا. بعد كده بجهز كيس حلواني واحط فيها تب الشكل اللي انتوا حابينه، شكل مثلا كراون او مش عايزين اي شكل خالص ممكن برضو. وبجهز الزيت بسخنه، بس بيبقى برضو لسه دافي. مهم قوي التركه دي ان الزيت يفضل دافي معانا مش سخن. بجيب بلح الشام العجينه اللي جوه كيس الحلواني وببتدي ان انا اضغطها في الزيت، وممكن بمقص نكون بلينه بشويه زيت نعرف نقص على مقاس اللي احنا عايزينه، يعني عايزينه يكون طويل قصير حسب ما انتوا حابين. نبتدي ان احنا نقصه جوه الزيت، هنلاقي العجين كله ابتدى يطلع على وش الزيت وابتدى يستوي معانا. بنبتدي بقى نعلي النار شوية ونسخن الزيت لغاية ما نلاقي بلح الشام ابتدى ياخد معانا اللون الذهبي. طبعا حلو ان احنا نقعد نقلب فيه في الزيت علشان ايه، ياخد اللون الذهبي من كل النواحي لغاية ما ياخد الذهبي اللون الذهبي. معلش بأكد على حتة اللون الذهبي دي عشان مهم جدا في القرمشة والطعم في الآخر. نقلب لغاية ما خلاص نتأكد انه اخد اللون الذهبي تمام جدا، نبتدي نطلعه ونحطه على مناديل او مناديل مطبخ بحيث ننزل اي زيت زيادة، ونكون مجهزين بقى معانا الشربات. الشربات يكون تقيل شوية، او الافضل من الشربات هو العسل الابيض. العسل الابيض انا بشوفه اصح بكتير جدا وبصراحة بيدي نكهة احلى. ببتدي بعد كده يا اما انزل عليه بالعسل يا اما بغطس بمعنى اصح البلح الشام جواه، بس ده بيخليه مليان عسل. فالافضل ان احنا نقدم، نجيب الطبق التقديم ونحط كل بلح الشام على بعض كده وننزل عليه بالعسل الابيض من فوق، بيبقى جميل جدا جدا. ودي احلى طريقه بصراحه للتقديم وبطعمه بيبقى رهيب، وبالذات لو اتقدم لسه دافي مش ساقع بيبقى تحفه تحفه. لو انتوا بقى عايزين تعملوه بطريقه تانية ينفع انكم تغطسوه وبعدين تبتدوا بقى تفتحوا واحده واحده، وممكن تحشوها بالكريمه، بس في الحاله دي لازم يكون برد معاكوا علشان الكريمه ما تسيحش. طرق التقديم كتيره جدا برضو حسب ما تحبوا، وسهله وكلها متناول الايد. اهم حاجه انكم تكونوا عارفين الوصفه الصحيحه والسهله اللي تقدروا تعملوها والتكات بتاعتها. هقول لكم بسرعه بقى المقادير تاني علشان اللي مركزش في الاول. كوبايه ميه يعني 200 ملي، معلقه كبيره سكر، ربع كوبايه زيت يعني 50 ملي، كوبايه دقيق ابيض يعني 135 جرام، معلقه كبيره نشا يعني 10 جرام، وبيضتين فانيليا ورشه ملح. بتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم. نتقابل بكره في وصفه جديده حلوه على اصوله في رمضان.